صباح الخير. صباح النور يا سعادة البيه. مش حضرتك برضو اللي ساكن تحتية؟ خدامك مرزوق الفيوم يا سعادة البيه. أهلا وسهلا، أنا اسمي جابر عبد ربه. أنعم وأكرم يا فندم. الجابر عبد ربه قال، والواحد منهم تلاقي له يجي 100 اسم. أنا آسف لأن ليلتها قابلت حضرتك مقابلة مش ولا بد. يا خبر يا سعادة البيه، ده حضرتك كنت بتمارس حريتك الشخصية، والحرية دي زي نسمة الهوا، محدش يقدر يعيش من غيرها. والحمد لله الجو في مصر كله طراوة وهوا على الآخر. تعرف أن حضرتك راجل ظريف؟ وفي حالي والله يا سعادة البيه، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وبيني وبينك أنا دايما فاتح الراديو على برنامج أكاذيب تكشفها حقائق. وش معنى البرنامج ده بالذات؟ أصله برنامج وطني جدا. ما شاء الله. ولما بسمعه تلاقي قلبي بينط من الفرحة. الساعة جالها كام دلوقتي؟ حوالي 7:30 كده. مواصلات بقى ازاي زفت؟ حلنا بقى على ميجا اتوبيس ونركب. ايوه يا اخويا شدني في الكلام شد. اذا كنت انت حدق انا احدق منك. بقول فين على الاتوبيس ما يجي؟ يكون الواحد داخل الوقفه. وماله يا سعادة البيه؟ الوقوف الشمس شيء محبب ومفيد للبدن، عشان كده انا شخصيا عمري ما ازعل. الاتوبيس جه ما جاش على راحته. بس الناس وراها مواعيد يا استاذ مرزوق. خلاص سعادة البيه، بدل ما ينزلوا من بيته بسبعه ولا 7:30 ينزلوا 5 ينزلوا 4. الله، ما يباتوا في الشغل بقى احسن. وماله، فكره عظيمه وكل فايده للوطن، ثم صحيان بدري كله رياضه. اعتقني بقى وحل عنا الله يخرب بيتك. اهو الاتوبيس وصل اهو. اطلع يا فن على طول، هنا درجه اولى، اللي عايز درجه ثانيه يخش جوه. خش يا ست، انت اللي واقف على الباب اللي شايل العيل. خش جوه. خش يا اخينا. اوعى يا ابني، انت اللي واقف في السكه واقف. اوعى. خش جوه. يا ساتر يا رب، زحام غير طبيعي، والمصيبه ان كل يوم من ده صبح وبعد الظهر. ايوه يا اخويا، جرجرني في الكلام جرجر. يا سعاده البيت، ده احنا بنزيد زي الارانب. الحكومه هتعمل ايه بس؟ كان الله في عونها وعوني وعون اللي خلفوني. كل واحد يجهز فك، مش عايزين وجع قلب على الصبح. طب والمطبات دي الحكومه برضه معذوره فيها يا استاذ مرزوق؟ لا بقى، ده بانه ناويلي علنيه. شوف يا سعاده البيت، انا رايي شخصيا المطبات دي مقصوده، لها فوائد صحيه. صحيح ايه؟ ده الواحد جوه الاتوبيس عامل زي اليويو، طالع نازل طالع نازل. ما الحركه دي بتخلي الاكل يتهضم، وتخلي دايما نفسك مفتوحه للاكل. اكل ايه يا استاذ مرزوق؟ هو حد لا ياكل؟ ازاي بقى؟ الخير على قفا من يشيل. قفا مين يا عم؟ تلاقيك ما فطرتش. كل واحد يخلي باله من محفظته، مش عايزين دوشه ولا وجع دماغ. خش يا معلم، خش جوه. تصور حضرتك اول ما جيت مصر نشروا مني البنطلون في الاتوبيس، ولا عرفتش غير بعد ما نزلت في الشارع لما لقيت الناس كلها بتبص لي وتضحك. البنطلون؟ البنطلون يا سعاده البيه؟ ده كانوا كمان هينشلوا السروال، لولا ساتر ربنا الدكه كانت متبده جامد، ما عرفوش يقطعوها. بس برضه يا سعاده البيه، الحكومه معذوره، لان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح. اقول له سروال يقول لي معذوره. ورق تذاكر، تذاكر ورق. لا عنك انت، انا اللي هدفع. لا والله انا اللي هدفع. لا بقى، انا زي اخوك الصغير وما تكسفنيش. وانا برضو زي والدك، وارجوك ما تحرجنيش. وانا مش فاضلكم، خلصونا بقى خلينا نشوف غيركم. ما تزعقش، اتفضل حضرتك ادفع عشان ما تزعلش، لان انا يهمني رضاك. لا بقى، انا اللي يهمني رضاك، وشايفك واخد على خاطرك مني، عشان كده هسيبك انت اللي تدفع. يا عالم، خلصونا وخلوا عندكم دم وادفعوا بقى. الله، اتفضل هات تذكرتين وبلاش طولة لسان. يا ناس حرام عليكم، ده انا عمال من الصبح هاتي من اول الاتوبيس، عايزين فكه، عايزين فكه، الله يخرب بيوتكم. مفيش غير كده. طيب مذاكر اهي، والباقي اهو على ظهر التذكره. اتفضل. مفيش حاجه اسمها ظهر التذكره، بص لي هنا. شيل ايدك لاخدك على حنطور عينك منك له. يخرب بيتك، الكمساري ودى نفسه في داهيه. مش تعرف في الاول انت بتكلم مين قبل ما تندم؟ طز فيك وفي اللي جابوه. ايه انتوا بتهددوني؟ طب وديني، ما انا سايبكم اللي على القسم. انا بقى مصمم ان احنا نروح القسم. اطلع يا سعيد، محدش له دعوه بالقسم. اي حاجه وديني، انا سايبكم. والله انا هقعد في مكانك، اخرب بيوتك. اوعى اوعى اوعى، وانا هسيبك النهارده، وانا هسيبك. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، كل التعليمات هتنفذ يا فندم. مع السلامه، مع السلامه يا فندم. ايه يا راجل الافتراء بتاعك ده؟ بقى تصحيني من عز النوم وتجيبني على ملاوشي، ثم ايه يا سيدي الخبر الخطير اللي ما تقدرش تقول عليه في التليفون؟ اسكت،
النهارده، اسود النهارده. يا ساتر يا رب، ايه في ايه؟ اكتشفوا مؤامره لقلب نظام الحب، والدنيا كلها مقلوبه. ايه؟ بتقول ايه؟ تمام يا فندم، العربيه اللي سيادتك طلبتها جاهزه. خلي بالك واجمع بقيه الزملاء حسب التعليمات. وهي التعليمات دي هتخلص النهارده؟ يا سعادة البيه مش عايزين يدفعوا تذاكر، ولما طلبت منهم التذاكر ضربوني وشتموني وسبوني سب علني كمان. احترم نفسك وشوف بتكلم مين ومين اللي قدامك. يا سعادة البيه، الحق حق والعدل عدل. انا هسيب البيه مع سيادتك تتفاهموا مع بعض. و اتفضل يا سعادة البيه، اتفضل. شوف حضرتك، حضرتك طبعا عارف الاوتوبيسات واللي بيحصل في الاوتوبيسات. انت تخرس خالص. اما بسالك بتكلم. انا اصلي كنت راكب مع الراجل العظيم. يا فندم العفو، ده انت الراجل الاعظم. معقوله حد اعظم من نسمة عماد برضو يا فندم؟ يا استاذ ده فندم، ده يعني من الناس اللي انت. يا سلام. لا ايه 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 ده؟ قلت اخرس. الو، جهزوا نفسكم، في معتقلين هتوصل الاقسام بين لحظه والتانيه. مش عايز اي حاجه تشغلكم عن المهمه دي، مفهوم؟ اسمع يا مصطفى، انا افضل انك تجيني حالا. حالا يا فندم. يا سعادة البيه، انت تخلص خالص، انا مش فاضلكم. شويش فندم، خد الاثنين دول على التخشيبه، لما ابقى افضى ابقى احقق معاهم. وانتوا اطلعوا بالاتوبيس، مفيش داعي انكم تعطلوا الناس اكتر من كده. يا سعادة البيه، مش قلت لك؟ صلي على النبي، ده انا مع سعادة البيه ده وسعادة البيه معايا. بقول لك جرهم على التخشيبه. شويش، تخشيبه ايه يا بيه؟ ده احنا ناس محترمين. انا محترمين بلا كلام فارغ. يا سعادة البيه، انت واقف ساكت ليه؟ ما تقول لهم حاجه. اقول ايه بس؟ ما انا كل ما اجي اتكلم اقول لي اخرس اخرس. طب وريهم حاجه من اللي معاك عشان يعرفوا انت مين. اوريهم ايه؟ مش فاهم. قدام انت وهو. الله يخرب بيتكم، قرفتونا في عيشتنا. من فضلك مفيش داعي للتسرع. وبعدين قرفناك ازاي واحنا ما شفناكش قبل كده؟ هو حد قرفنا كل يوم الا الاوتوبيسات وبتوع الاوتوبيسات؟ قدامي يا اخويا. لا من فضلك بلاش كلمه قدامي دي. انا مره واحد قال لي ورايا ضيعته. الله اكبر، رحت في داهيه. انا رحت في داهيه؟ طب قدامي ورجلك فوق يا ابني. من فضلك مفيش داعي للكلام ده. ورايا وخلي يومكم يعدي. لا بقى، ما انت تمسكك على حد، يا وراك يا قدامك. طبعا تمام يا فندم. ايه الاخبار؟ التعليمات وصلت وشغالين يا فندم. طيب خلاص. تمام يا فندم. الو، خلاص يا فندم، الفيران بتتلم في المصيده، وزمان القطط بتلعبها زي الاوامر واكتر شويه. لا يا فندم اطمن، دول ضيوف واكرام الضيف واجب. مع السلامه يا فندم. بقول يا سعاده البيه. ايوه. مش كان واجب برضه سيادتك يعني توريهم حاجه من اللي معاك بدل البهدله اللي احنا فيها دي؟ يعني حاجه زي ايه؟ يعني كارنيه مثلا. هما مش بيدوا سيادتك هناك كارنيهات؟ اه اكيد هيدونا طبعا، بس انا لسه جديد، يا دوب مستلم الشغل. جديد جديد، لكن قيمه سيادتك فيك برضه. قيمه ايه يا عم؟ هو اللي بيشتغل مع البهايم والحيوانات تبقى له قيمه؟ حيوانات؟ حيوانات ايه يا سعاده البيه؟ انا اصلي بشتغل في جمعيه الرزق بالحيوان. حتى الحيوانات بيراقبوها؟ قعدت يا مرزوق افندي سنين بحالها. ابويا يدعي لي واذاكر، امي تدعي لي واذاكر، اخواتي يدعوا لي واذاكر، وفي الاخر شغلوني بالرفق بالحيوان. هي صحيح وظيفه كبيره وفيها مسؤوليه، انما مش تخصصي. هي الوظيفه ايه بالظبط؟ انا مسؤول استلام وتسليم في جمعيه الرفق بالحيوان. بهايم تدخل امضي عليها، بهايم تخرج امضي الناس عليها. الكلام ده حقيقي؟ ده جواب القوى العاملة، ده للذكرى والتاريخ.
بقى كده. زي ما انت شايف. امال ايه بقى اللي مش عايزين لبن النهارده؟ طراخ، ما عندناش مكوى النهارده. طراخ، ما فيش زباله النهارده. طراخ. ما انا اعتذرت لحضرتك. تشكي مش هرحم عينيك، تبكي مش هسأل عليك. اخد بالك. اه. ساعة شيطان وراح. شيطان لما يلهفك. وملبسهم لي كلهم جلاليب بلدي، وانا فاكرهم لابسين هدوم الشغل. لا دي جلابيه بارتي. بارتي في عينك. انت عارف النجمه اللي كنت هتوقعها فوق نافوخي ونافوخ حفيظه دي تمنها كام؟ عارف تمنها كام؟ ايوه النجف غالي الايام. اخرس! تاني مره تحترم شعور جيرانك وتبقى تمشي على طراطيف صابعك. مفيش حاضر. الله يلعن الاتوبيسات وسن الاتوبيسات. انا طول عمري احب الترماي. كان لازم يعني اتخانق في الاتوبيس واعمل مشكله؟ تقعد بالساعه في الترماي ما تشوفش كمساري واحد، واحيانا كتير ما تشوفش السواق كمان. ما انا طول عمري في حالي يا ربي. المترو اسرع بس ايه، الكمسريه بتوعهم ما بيعتقوش، الباب يتقفل من هنا ودول ورق ورق ورق. ما تعرفش ازاي هم الكمسري ابدا. انت بتهدد تقول ايه يا ابني انت؟ والله ما انا عارف يا استاذ مرزوق. ما تخلصونا يا اخواننا اللي هنا يا جماعه. مش كده مال. انا مش عايز حد منهم ينام في بيته النهارده. لموهم من كل مكان. ما تقوليش السجون مليانه، ده مش شغلي. لو ما طهرتش البلد منهم في خلال ساعات هتكون المسؤول الاول قدامي، وانت عارفني كويس. مع السلامه. الو، صباح الخير يا فندم. انا حبيت اطمن سيادتك ان كله تمام. اكيد يا فندم، سلامه الوطن امانه في رقبتنا، وزي ما اكتشفنا المؤامره في هدوء هنحافظ على الامن برضو في هدوء يا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. من فيكم حضرتك فاهم؟ ايوه يا فندم. انا انت محمد فهمي؟ ايوه يا فندم. اي خدمه؟ اتفضل معايا. على فين يا فندم؟ انت هتتناقش معايا؟ هدوء. الله، انا ما عملتش حاجه. الله، انا ما عملتش حاجه. واحنا كده مش هنعمل لك حاجه. ما عملتش حاجه. ليمين غيرك يا بلدي، ليمين ياللي علمتيني ايه معنى الحنين. انت اللي ارضك طيبه والغربه فيكي قريبه، انت اللي ارضك طيبه والغربه فيكي قريبه. يا حنينه يا حنينه على قلبنا طول السنين، ماشيين يا بلدي في سكتك، ماشيين يا بلدي في سكتك. حريتك حريتك هي الطريق، بالصبر والرأي الجريء. بالحب يا بلدي بالحب، ولادك مخلصين. يا عم لتالت مرة بقولك المعاني اللي أنا كتبتها ما تتقالش بالشكل ده. ايه عادي؟ انا وحش؟ انت عايز تقول ان انا مثلتها وحش؟ انا مش عايزك تمثلها، انا عايزك تحسها. يعني انا ما عنديش احساس يعني؟ أوه. انا بحسش. انا شوفني انا هعمل ايه. طب شوف حس حس وانا احس بعدك. رين ليمين، ليمين غيرك يا بلدي، ليمين ياللي علمتيني ايه معنى الحنين. انت اللي ارضك طيبه والغربه فيك قريبه، وحنينا على قلبنا طول السنين، ماشيين يا بلدي في سكتك. حريتك هي الطريق.
بالصبر والرأي الجريء، بالحب يا بلدي، ولادك بخلصي وشرفك يا بلدي. لا تبقي يا بلدي، حياتك هي عمري وقدرك هو قدري. حرية على طول الزمان، حب حب وسلام في أي مكان، وشرفك يا بلدي سحابة وتعدي، وبرضه